السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال أيها البستانيون؟ أتمنى أن تكونوا بألف خير. اليوم جئنا في هذا الفيديو لنتعرف على كل أشكال إصفرار الأوراق وإعطاء الحل المناسب لكل واحد منها. أولا، لمعرفة السبب علينا أن نعرف مكان إصفرار الأوراق، هل هو في الأسفل أم في البراعم الجديدة؟ أم هو على كل النبات؟ ابقوا معنا لنعرف كل حالة على حدة. لنرى أول حالة، وهي عندما يكون الإصفرار عام في جميع النبتة على كل النبتة، وهذه الحالة يكون لها ثلاثة أسباب، إما بسبب الإضاءة أو بسبب نقص في الري أو بسبب زيادة في الري. بالنسبة للإضاءة تبقى على حسب النبتة، هل هي نبات منزلي محب للظل أم نبات يحب الشمس. السبب الثاني وهو زيادة نقصان في الري، فالتعطيش حينما تلامس الورقة تجدها لينة، فذلك بسبب نقص في الري، فتجف الورقة وتلين ثم تبدأ بالإصفرار. إذا لامست الورقة ووجدت بنيتها جيدة لكن مع إصفرار، فذلك بسبب زيادة في الري. في كلتا الحالتين عليك سوى تنظيم الري وستكون النتيجة جيدة. أما إذا ظهر الإصفرار في الأوراق السفلية للنبات أو إصفرار في كامل النبات مع أوراق سفلية صغيرة وتقزم في النبات، فهذا بسبب نقص النيتروجين، وللمعالجة يجب إضافة سماد غني بالنيتروجين أو الأزوت باللغة الفرنسية. كما ترون في الصورة، في هذا النبات هناك أوراق سفلية جدا صغيرة مع إصفرار في الأوراق، وهذا راجع إلى نقص النيتروجين. أما إذا كان الإصفرار يظهر في الأوراق السفلية كما في الشكل الذي ترونه، إصفرار في الورقة مع عروق بارزة خضراء بحجم غليظ، فهذا يكون بسبب نقص عنصر المنغنيز، لأن المنغنيز عنصر متحرك في النبات، فهو يظهر في الأوراق السفلية فقط، كأنه يمكن أن يأخذ أن ينقص المنغنيز من الأوراق السفلية ويصعد مباشرة إلى الأوراق والفروع الجديدة، لذلك يظهر في الأوراق السفلية. وللمعالجة يجب إضافة سماد. أما إذا كان الإصفرار يبدأ في الأوراق الجديدة في النبات، فذلك غالبا ما يكون بسبب نقص الحديد، وللتأكد من نقص عنصر الحديد، فالحديد يشبه نقص المغنيسيوم، لكن المغنيسيوم يظهر في الأوراق القديمة بينما الحديد يظهر في الأوراق الجديدة. كما تلاحظون في الصورة، إصفرار مع عروق خضراء، وهذا هو نقص الحديد. لحل المشكلة ما عليك إلا إضافة شلاش الحديد. والحالة الأخيرة وهي عندما يكون الإصفرار قاتم، وهذا الإصفرار راجع إلى سببين. السبب الأول وهو عندما تلامس الورقة تجدها لينة جدا، فذلك بسبب أو متعفنة، فذلك يكون بسبب اختناق الجذور بسبب كثرة الري. لكن كما ترون في الفيديو، هذه الأوراق ملمسها جيد جدا، وبالتالي فهو بسبب الشيخوخة، وهذه شيخوخة الأوراق تكون عادية وليس فيها أي مشكل ولا تؤثر على النبات. أما بالنسبة للبقع الحمراء التي تظهر لكم في بعض الأوراق، فذلك بسبب نقص الفوسفور. إذا أعجبكم الفيديو فلا تنسى الاشتراك وضغط على زر اللايك.